السلام عليكم. النهاردة هنكمل الجزء الثاني الخاص بمحاضرة arthropods affecting the skin. هنتكلم عن الميزيس. يعني ايه ميزيس؟ ميزيس يعني التدويت. الديفينيشن بتاعه معناه invasion، اختراق الانيمال او الهيومن تيشو، الأنسجة الحيوانية أو أنسجة الإنسان باللارفال ستيجز أوف فلاي. لارفال ستيج يقصد بها اليرقات الخاصة بالفلايز. لو أنتوا بصيتوا معايا على اللايف سايكل بتاع الفلايز، دورة حياة الفلايز بتشمل إيه؟ بتشمل أول حاجة طبعاً الأدلت فلاي بتبتدي تلاي إيك، الإيج ده يبتدي هاتش بيفقس ويطلع لي لارفا، قلنا اللارفا دي يعني يرقة، واليرقة بعد كده بتتحور وتتغير في الشكل وتتحول إلى بيوبا. بيوبا يعني شرنقة. بعد كده الشرنقة بعد فترة معينة من الزمن بتتحول إلى أدلت ستيج أو طور بالغ. ده اللايف سايكل بتاع أي فلاي موجودة. طيب لو حصل ان اللارفال ستيج اللي خرجت من الايج بتاعه الفلاي دي عملت انفيجن للهيومن او انيمال تيشو، اي تيشو بقى، احنا هناخد تفاصيل الميزيس بعد كده، هنلاقي اللارفا دخلت جوه التيشو وقعدت جوه، بنسمي الكونديشن المرضي ده بنسميه ميزيس او تدويت. لو بصيتوا على الصورة التالتة اللي قدامكم هنلاقي فيه جرح، والجرح ده طالع منه كثيرا، يعني كثير من الدود او اللاربي بتاع الفلاي، بنقول عليه بالعامية كده الجرح دوت. تمام تمام. الحالة اللي قدامكم دي بنسميها ايه؟ بنسميها ميزيس. نبص بقى على تقسيمة الميزيس أو الكلاسيفيكيشن أوف ميزيس. الميزيس اتقسم according to الهابيتات أوف فلاي، اللي هو الجزء اللي حصل له invasion by fly، إلى external و internal ميزيس. الاكسترنال ميزيس في منه أنواع، اللي هو الكوتينيوس النيزل والأوكولار والأورال ميزيس. بالنسبة للإنترنال ميزيس في عندنا إيه؟ جاستريك وإنتستينال ويوروجينيتال. رجعوا أقسموا الميزيس تاني إلى الهابت according to the habit of the fly، إلى specific و semi specific و accidental ميزيس. لقوا إن في بعض أنواع من الفلاي لارفي اللي هي اليرقات دي بتنفيد الليفينج تيشو، تعمل انفيجن للليفينج تيشو. يعني البني آدم صاحي كده تلاقي سبحان الله اللارفا دي عملت انفيجن، اخترقت الجلد وقعدت جوه، عملت لي تدويت. طيب ده سميناه سبيسيفيك ميزيس. في بعض الانواع الاخرى الخاصه بالفلاي بتنفيد اي نوع من التيشو، سواء كان ديد تيشو، نيجليكتد تيشو، اي ووند كده نيجليكتد، متعرض للهواء، اكسبوزد، مش محطوط عليه اي انتيسبتيك، مش محطوط عليه شاش، مش محطوط عليه حاجه، هنلاقي التيشوز دي، هنلاقي التيشو دي كان بي انفكتد بايه؟ باللارفي بتاعه الفلاي. الفلاي دي بتقدر تروح تعمل ديبوزيشن للايج، والايج دي بعد كده بتهاتش تطلع اللارفي وتعمل لي ميزيس، بسميناه سيمي سبيسيفيك ميزيس. ودي زي الفلاي اللي احنا بنشوفها اللي اسمها ميتاليك فلاي او فليش فلاي، التبانه الكبيره اللي بتدخل تخبط كده في البيت دي، اللي هي بنسميها فليش فلاي. والميتاليك فلاي اللي هي الذباب الملون، اللي هو الدبانه الجرين فلاي، الذبابه الخضراء والذبابه الزرقاء البلو فلاي. طبعا دي بتعمل لي سيمي سبيسيفيك ميز. النوع الثالث بقى من الميزيس ده بنسميه اكسيدنتال ميزيس. اكسيدنتال ميزيس اللي هو بالصدفه او عرضي، ده بيحدث نتيجه للكونتامينيشن. يعني مثلا جات الذبابة المنزلية اللي عندنا اللي اسمها الماسكة، جات وقفت على أكل وعملت
ايه عملت ديبوزيشن للاكس، والاكس دي هاتشت طلعت لارفي، وبعد كده بصينا في الاكل ده لقينا فيه دود بيتحرك. ده حصل تدويد، الاكل دوت. ماشي، بنسمي النوع المايزيس ده بنسميه اكسيدنتال مايزيس. طبعا كل الكلام اللي انا قلته هناخده بالتفصيل في السلايدز التاليه. لو بصينا على اول نوع من الاكسترنال مايزيس اللي احنا قلنا عليه كوتينياس مايزيس، الكوتينياس مايزيس ده اللارفي او اليرقات ممكن تنفيت انتكت سكن، يعني سكن سليم مش مجروح مش تروماتيك، تمام؟ الانتكت سكن دي فتعمل لي شكلين من المايزيس، يا اما شكل بنسميه كريبنج ايربشن. كريبنج ايربشن ده بمعنى ايه؟ معناه ان اللارفي عملت تانيل، عملت نفق تحت الجلد علشان تقعد فيه. ده زي اللارفي بتاعت ايه؟ بتاعت فلاي او بتاع ذبابه اسمها جاستروفيلس، وبتاع ذبابه اسمها هايبوديرما. يبقى اول نوع اسمه كريبنج ايربشن، اللارفي عملت تانيل تحت الايه؟ تحت السكن زي الجاستروفيلس والهايبوديرما. طيب ممكن كمان اللارفي تدخل جوه الجلد وتعمل لي نودولار سويلينج، تعمل لي نودولار سويلينج، يعني تعمل لي حبايه كده على سطح الايه؟ السكن اللي هو الانتكت السليم، والليجن بنسميه ايه؟ نودولار ليجنز. تمام، زي مين؟ زي الذبابه اللي اسمها كورديلوبيا وديرماتوبيا. طيب لو اللارفي دي انفيد تروماتيك سكن، يعني سكن مقطوع زي ووند او ألسر، دي بنسميه ايه؟ بنسميه تروماتيك او ووند مايزيس. تروماتيك او ووند مايزيس زي مين؟ قلنا زي التروماتيك والووند مايزيس دوت زي مين؟ زي الكاليفورا. الكاليفورا دي اللي هي الاسم العلمي للبلو فلاي، الدبانه الزرقاء، واللوسيليا ده الاسم العلمي للجرين فلاي او الدبانه الخضراء. في عندنا كمان كرايزومايا ممكن تعمل ووند مايزيس او تروماتيك مايزيس، وكوكليو مايا. تمام، السلايد دي متقسمه، احنا عندنا هو انتكت سكن. الانتكت سكن يا اما ايزن نودولار ليجن اللي هي على شكل حبايه على سطح الجلد، ودي ممكن تتعمل بدبانه بتاعه اللي اسمها كورديلوبيا او ديرماتوبيا. طيب او ممكن تاخد شكل ايه؟ تانيل نفق تحت الجلد اللي بنسميه كريبنج ايربشن، زي ايه؟ زي الجاستروفيلس والهايبوديرم. طبعا لو انفكت عملت انفيجن لتروماتيك سكن، يعني وجود ووند او ألسر على السكن، زي ما انتم شايفين في الصورة دي، في ايه؟ رجل اهي، وفيها ايه؟ فيها ألسر كبيرة جدا ومليانة دود. تمام، ده بنسميه ايه؟ ووند مايزيس. زي مين؟ احنا قلنا عندنا الدبانة الزرقاء والدبانة الايه؟ الخضراء اللي هي اسمها كاليفورا ولوسيليا، وفي كمان دبانة اسمها ايه؟ كرايزو مايا. نشوف كمان النيزل مايزيس. النيزل مايزيس ده ناس بيكون عندهم كرونيك نيزل ديسشارج، عنده كرونيك نيزل ديسشارج مش ما بيعالجوش، هنلاقي ان بعض انواع من الذباب زي مثلا في دبانه كبيره الضخمه اللي قلنا اللي بتدخل تخبط في البيت دي اسمها ايه؟ اسمها ساركوفاجا. دي الضخمه دي بنسميها فليش فلاي، الاسم العلمي ليها. في عندنا ساركوفاجا، وفي نوع تاني اسمه وولفارشيا، ممكن تيجي تعمل ديبوزيشن للايج فين؟ في النيزل كافيتي، والعيان مش واخد باله، ده واحد عنده كرونيك نيزل ديسشارج وسايبه. تمام، الايج بعد كده يحصل لها هاتشينج، تمام، وتطلع الايه؟ اللارفي بقى ممكن تبتدي تخترق الايه؟ الميوكوزا، ممكن توصل للايه؟ للبون، وتخترق كمان البرين، ممكن تعمل مننجيتس وايه؟ ودس. طبعا العيان هيبقى عنده ايه؟ عنده النيزل كافيتي، هيحصل له اوبستراكشن. تمام، هيبقى يحصل له نيزل اوبستراكشن، ممكن يعطس سنيزنج، ممكن يبقى فيه كمان ابستاكسس. تمام، عرفنا الاكزامبلز بتاعه الفلايز اللي ممكن تعمل لنا نيزل مايزيس زي الكرايزومايا، ساركوفيجا، وولفارشيا. طبعا النيزل مايزيس ممكن يمتد الى نوزوفارنجيال مايزيس. الى ايه؟ نوزوفارنجيال مايزيس، وده نوع خطر جدا، لان قلنا ممكن اللارفي
توصل لإيه؟ توصل للبرين. الإكزامبل ليها نفس الكلام الساركوفيجا الولفاشيال والكرايزوماي. هنشوف بقى الأوكولار مايزيس أو الأوفسالمو مايزيس، ده الاسم الآخر للأوكولار مايزيس. في منه نوعين، في external أوفسالمو مايزيس وinternal أوفسالمو مايزيس. في الإكسترنال أوفسالمو مايزيس الدبانة الأشهر اللي بتعملها اسمها إستروس. الأدلت إستروس بتبتدي تبوزت الإجز على الاي، طبعا في وجود مثلا اي ديستشارج، في وجود انفلاميشن في الاي تبتدي طبعا الاكس دي تهاتش، وفي الاخر تطلع لنا لارفي. اللارفي بتاعت الاسترس بتميز ان ليها هوكس، شايفين الصوره الاخرانيه اللي الدكتور عمل فيها اكستراكشن ل الاسترس لارفي، اهي في نقط سودا كده على اللارفي. النقط السودا اللي على اللارفا دي الهوكس اللي بتبتدي تعمل، طبعا دي تستخدمها في التثبيت، وبتعمل بيها في نفس الوقت الريتيشن للكونجكتيفا، وتعمل معاها بتبقى اسوشيتد معاها سيفير بين. طبعا الاكسترنال اوفسالمو مايزيس قلنا ده بيتعمل او السبب فيه الذباب الاشهر اللي هي اسمها استرس، تمام. الانترنال الاسترس برضو ممكن تعمله، وده بيكون خطير اخطر من الاكسترنال لانه ممكن يؤدي الى loss of eye وبيكون very destructive. الأورال بقى مايزيس طبعا نفس الكلام، لو البيشنت أو حد يكون عنده كرونيك ديستشارج نازل من الإير، ممكن تبتدي الفلايز زي اللي هي الفليش فلاي، الدبانة اللي هي اللي قلنا الدبانة التخينة اللي بتفضل تخبط في الحيطة دي، ممكن تيجي وتعمل ديبوزيشن نفس الكلام للإجز بتاعتها، وممكن تؤدي طبعا في النهاية لبرفوريشن للدرام، تمام، مع وجود طبعا سيفير بين وديفنس وتينيتس. طبعا الأشهر قلنا الأشهر أمثلة لي الذباب اللي بيعمل الاورال مايزيس، في عندنا الساركوفيجا والولفاشيا والكرايزوماي. ندخل بقى على الانترنال مايزيس وانواعه. احنا قلنا ليه ثلاث امثله، عندنا الانتستاينال مايزيس والجاستريك مايزيس واليوروجينيتال. هنبتدي بالانتستاينال مايزيس. طبعا ممكن يحصل انتستاينال مايزيس اكسيدنتالي، يعني بالصدفه، لو انا اكلت اكل ملوث جواه الاجز او اللارفي بتاعه الفلايز. وقلنا اشهر فلاي او ذبابه ممكن تعمل الحكايه دي اللي هي الذبابه المنزليه اللي موجوده عندنا في البيت، اللي هي الماسكه اللي اسمها ماسكه دوميستيكا. طيب يبقى الاكسيدنتال انجيشن اوف فود كونتامينيتد ويز ايجز او اللارفي اوف فلايز، وقلنا المثال الاشهر لارفا اوف ماسكه دوميستيكا. في مثال تاني ممكن يعمل الانتستاينال مايزيس، ان في بعض الناس اللي بتعمل ديفيكيشن في الاوت اير، ممكن الفلايز تيجي بكل بساطه وديبوزيت اللارفي بتاعتها اراوند الانوس، ماشي، وبعد كده اللارفي دي تبتدي تسحب وتدخل جوه الريكتوم لحد ما توصل للانتستين. الفلاي الأشهر اللي بتعمل الحكاية دي اسمها فانيا. يبقى الانتستاينال مايزيس في عندنا ليه مثالين، مثال الماسكا دوميستيكا اللي بتعمل لي كونتامينيشن للفوت، أو الفانيا اللي بتعمل ديبوزيشن للارفي اراوند الانس، تمام، وبعد كده اللارفي بتبتدي ايه
ترجع وتدخل عن طريق الايه الريكتم وتوصل للانتستين وتؤدي الى انتستينال مايزيس. تاني نوع من انواع الانترنال مايزيس اللي هو الجاستريك مايزيس. طبعا الجاستريك اسيديتي ما بتخليش اي نوع من انواع اللارفي يقدر يعيش جوه الاستمك. طبعا ال HL ال HCL ده قوي جدا وبيموت اي نوع من انواع اللارفي. طبعا هي ممكن تموت او ممكن يحصل لها باسنج مع الاستول وتخرج بره الانتستين او يحصل لها فوميتد. تمام. طبعا في نوعين من اللارفي، واحدة اسمها إيرستاليس لارفا دي ممكن تصيب الإنسان وتعمل جاستريك مايزيس، وفي نوع تاني اسمها جاستروفيلس لارفا دي بتصيب الهورس الحصنة ودي بتقدر تريزيست الجاستريك أسيديتي، تريزيست الجاستريك أسيديتي وتعمل إيه وتثبت نفسها في الجاستريك ميكوزا وتعمل لي إيه جاستريك مايزيس. زي ما انتوا شايفين الصورة اللارفي اللي متثبتة في الميكوزة دي بتاعت الاستومك بتاعت الهورس عاملة جاستريك مايزيس. طبعا السيمتومز الأشهر، العرض الأشهر ليه جاستريك مايزيس اللي هو وجود ايه وجود فومتنج. نتكلم عن المثال الثالث للانترنال مايزيس وهو اليوروجينيتال مايزيس. الذبابة الأشهر وهي اسمها فانيا، اللارفي بتاعتها بتقدر تدخل من خلال اليورينري أو الجينيتال أوريفيسز تمام during defecation أو during sleep وتعمل لي يوروجينيتال مايزيس. طبعا هتتسبب في ايه؟ هتتسبب انها تعمل لي انفلاميشن سواء في اليورينري او في الجينيتال سيستم مع وجود ايه؟ مع وجود بين كده. احنا اتكلمنا عن الكلاسيفيكيشن اوف مايزيس او انواع المايزيس اكوردنج للهابيتات اوف ذا فلاي اللي هو اكوردنج تو التيشو انفيدد، وقلنا ده تقسمناه او تقسم الى external و internal meiosis، واتكلمنا في الاكسترنال عن الكوتينيوس meiosis واتكلمنا عن النيزل واتكلمنا عن الاوكولار او الاوفثالم meiosis واتكلمنا كمان عن الاورال meiosis. في الانترنال meiosis اتكلمنا عن التلات امثله اللي هي الجاستريك والانتستينال واليوروجينيتال. هندخل في التقسيمه الثانيه اللي احنا قسمناه المايزيس الى سبيسيفيك وسيمي سبيسيفيك واكسيدنتال مايزيس. تعالوا معايا هنتكلم عن اول نوع اللي هو السبيسيفيك مايزيس. في السبيسيفيك مايزيس اللارفي بتاعت الفلايز اللي بتنتمي لمجموعة الاسبيسيفيك مايزيس دي بت invade only living tissue وهم obligatory الزامية obligatory. تمام. المثال الأشهر للذباب اللي بيعمل specific mayosis هي رقم واحد الديرماتوبيا. الديرماتوبيا ليها ميزة ان هي بتعمل ديبوزيشن للإيك أو بتبتدي تنزل الإيكز بتاعتها على another arthropod زي مثلا موسكيتو زي الماسكة. تمام. زي ما انتوا شايفين في الصورة اللي قدامكم الأبيض ده مجموعة من الإيكز الخاصة بالديرماتوبيا. تمام. عملت ديبوزيشن ليهم على ذبابة زي ما انتوا شايفين. المفروض الفلاي دي أول ما هتقف على جلد بتاع هيومن بتأثير الحرارة بتاعة الجلد ده تبتدي الإيج بتهاتش، هتهاتش وتطلع إيه لارفا. اللارفا دي immediately تبتدي تبنتريت الإيه السكين وتعمل لي نديول صغيرة كده. تمام. يبقى أول مثال للسبيسيفيك مايزيس الإيه عندنا الديرماتوبيا.
نشوف أمثلة أخرى للفلايز اللي ممكن تعمل لي specific myiasis أو وينفيت انتكت سكن. في عندنا الكورديلوبيا. الكورديلوبيا دي تقدر تلاقي الإجز بتاعتها على كلوزس. في ناس مثلا بتسيب الكلوزس بتاعتها على الأرض، على الشجر، على مثلا تسندها على اي حيطه، تبتدي الفلاي دي تديبوزيت الاجز بتاعتها. بعد كده اول ما هيلبس الهدوم تبتدي الايه اللارفا تطلع من الاجز وتاتاك الايه الانتكت سكن. هل في اكزامبلز ثانيه؟ في عندنا الاستروس، عندنا الجاستروفيلس، عندنا الهايبوديرما. برضو دي كلها امثله للفلايز اللي ممكن تعمل لي سبيسيفيك مايزيس ويت انفيد الايه الليفينج تشو. ندخل على النوع الثاني من المايزس وهو السيمي سبيسيفيك مايزس. هنا اللارفي بتنفيد دي تشو او نيجليكتد ووند، نيجليكتد ألسر، اي ووند في ديستشارج مش محطوط عليه انتيسيبتك، مش محطوط عليه كفر، هتبتدي الفلايز هنا تبتدي ديبوزيت الاجز بتاعتها والاجز بتهاتش ويبتدي يحصل ايه تدويد. طبعا الانواع الاشهر من الفلايز دي وهي الذباب الميتاليك، اسمها ميتاليك فلايز او الذباب الملون، اللي خصوصا الذبابه الزرقاء والذبابة الخضراء اللي هي الأسماء العلمية بقى بتاعتها اللي هي الكاليفورا واليوسيليا، وكمان الفليش فلاي اللي هي الذبابة اللي احنا قلنا عليها اللي تبقى تخينة دي. الأمثلة بتاعت الفليش فلاي اللي هي ستاركوفيجا والولف ارش. النوع الثالث بقى من مايزس وهو الأكسيدنتال مايزس أو اللي حصل بالصدفة. وقلنا ان في الاكسيدنتال مايزيس ده ان وجود عندنا فود اكسبوزد للاير، احنا سايبين فود لفترة معينة والفترة دي ادت فرصة للفلايز المختلفة اللي من ضمنهم مثلا الماسكا اللي هي الذبابة المنزلية العادية ممكن تيجي وتعمل ديبوزيشن لإجز، ممكن فلايز تانية تعمل ديبوزيشن للارفا. في الحالتين سواء الإجز أو اللارفا هبص في الأكل هلاقي الأكل فيه دود، فيه لارفي. اللي حصل إن حصل إيه؟ حصل له أكسيدنتال مايزيس. طيب هنتكلم عن الدياجنوزس او تشخيص حاله مايزيس ازاي. هنشخص حاله مايزيس ازاي؟ طبعا لازم اشوف اللارفي بعيني، اشوفها في قلب الليجن، اشوفها في قلب الجرح، ان انا اشوف دود في قلب الجرح مثلا اكسبوزد، اشوف مثلا الدود ده موجود في العين، موجود في الاير، موجود مثلا وذن انديول. لازم اشوف اللارفي، الاقي اللارفا دي ابتدي اخدها واوديها المعمل، الدكتور بيعمل لها ديسكشن، يبتدي يقطع اخر جزء فيها اسمه بوستيريور سبايركل، دي الفتحات التنفسيه بتاعه اللارفا. ومن خلال شكل الفتحات التنفسيه دي اللي هي البوستيريور سبايركل الدكتور بيقدر يعمل ايدنتيفيكيشن، يقدر يحدد اللارفا دي بتاعه انهي نوع من الفلايز اللي احنا خدناها، لان كل واحده ليها شكل مختلف. لو شفتوا مثلا الشكل اللي هو على حرف الدي ده، هنا البوستيريور سبايركل واخده شكل حرف الدي، دي بتاعه الماسكا دوميستيكا او الذبابه المنزليه عندنا. لو بصيتوا على البوستيريور سبايركل اللي جنبه ده اللي شبه حبايه الذره، الدكتور بيقدر يقول ان ده البوستيريور سبايركل بتاع الكاليفرا اللي هي الذبابة الزرقاء. لو شاف مثلا حباية الذرة اللي مفتوحة دي، ده بيقدر يقول عليه ان البوستيريور سبايركل بتاع الساركوفيجا. يبقى according to الشكل بتاع البوستيريور سبايركل بنقدر نايدنتيفاي، نحدد نوع اللارفي ونعرف دي بتاع انهي فلاي. طيب في بقى
طريقة تشخيصية تانية بس يعني بتبقى صعب شوية، ان احنا بناخد الارفي دي لو هي كانت still alive ناخدها ونربيها ونغذيها كده عندنا في المعمل لحد ما تبقى adult stage. وبعد طبعا طالما عرفت، طالما وصلت ل adult stage هقدر اعرف طبعا انها ايه نوعها واسمها. تعالوا نشوف نعالج حالة ميزيس ازاي. العلاج هيكون طبعا ان انا ابتدي اشيل اللارفي، removal of larvae. اللي هشيلها ازاي طبعا على حسب مكانها، لو هي المكان اكسسبل سهل ان انا اشيلها ابتدي اشيلها. ممكن اشيلها مانيولي زي ما انتم مثلا شايفين دي في الصورة اللي قدامكم، الجزء الابيض او الفاتح ده لارفا وهشيلها مثلا بفورسبس، ماشي. ممكن اشيلها لو كانت اكسسبل في الاي، ممكن اشيلها لو كانت اكسسبل في الاير او النوز. ممكن ابتدي ادي دوش لو هي اللارفا موجوده في الفاجينا او البلادر، ممكن اعمل غسيل بسلاين لو هي موجوده في غسيل معده مثلا، لو هي موجوده في الاستومك او في الانتستين. او ممكن اشيلها عن طريق المنظار سيستوسكوب لو كانت في اليورينري بلادر وعامله يورينري ميزيس. طيب لو في الحاله معاها سكندري انفكشن ابتدي طبعا اعالج السكندري انفكشن ده، ادي انتيسيبتيك ادي انتيبايوتكس. ازاي بقى اعمل بريفنشن وكنترول لحالات الميزيس؟ اعمل بريفنشن وكنترول ان انا اكنترول الادلت فلايز. طيب هتحكم في الفلايز ازاي؟ يا اما اعمل مثلا ابتدي ارش في الجو اللي حواليا او استخدم انسكتيسايد، او ان انا ابتدي اعمل اللي هي النتس. النتس طبعا بتشمل مثلا ان انا لو هنام في حته ممكن اعمل الناموسيه، ممكن اعمل سكرين على الويندوز على الباب وهكذا. بالنسبه بقى للفوت طبعا لازم اعمل له بروتكشن، ما سيبش الاكل عرضه للفلايز، تمام. لازم كمان لو في جرح لازم اعمل له ايه كليننج، لازم اعمل له كفرنج بايه بشاش. انا كده وصلت لنهايه موضوع الميزيس وكده بانتهاء الجزء الخاص بالميزيس. نبقى خلصنا المحاضرة arthropods affecting the skin اللي احنا كنا قاسمينها لجزئين، جزء البايتس وجزء الميزيس. طبعا انا رفع لكم ملف وورد موجود على الجروب ملخص البايتس في ملف وورد، وملخص كمان الميزيس او شرح الميزيس كمان في ملف وورد. هنذاكر من الملفات دي بإذن الله وربنا يوفقكم. شكرا جزيلا.